sterilization اللي هو التعقيم زي ما كان واضح في الفيديو اللي فات ده ان التعقيم يعتبر خراب ودمار على الميكروبات طب ايه هو التعقيم بكل بساطه هو القضاء التام على اي كائن حي بما فيهم طبعا الميكروبات سواء كانت خلايا خضريه او جراثيم فلو افترضنا ان دي ميكروبات وتعرضت للتعقيم فشكرا كده مع السلامه زي ما حضرتك شايف ان المكان اصبح خالي تماما من وجودها امال ايه هو التطهير الديس انفيكشن هات الجردل حطي في ميه حط صابون وحاجه تانيه اعملي خلطه واديها مسحه هيطلع غلطه او نظفي وطهري بديتول اربعة في واحد ايه هو التطهير الديس انفيكشن اعتقد انك بتسمع الكلمه دي كتير جدا زي مثلا لو حد اتعور فلازم يطهر الجرح بصبغه اليود وكمان الكلور بستخدمه في تطهير ميه الشرب وحمامات السباحه طب التطهير بيعمل ايه بقى؟ لو عندك ميكروبات زي دي كده وعملتها بمطهر فهتلاقي ان مش شرط كلها تموت وخصوصا الجراثيم بتستحمل ادي جرثومتين اتبقوا هنا مثلا اه يبقى لو قارنا بين التعقيم والتطهير هتلاقي التعقيم قضى على جميع الميكروبات بنسبة 100% لكن التطهير عمره ما يوصل للمية في المية ابدا زي ما واضح قدامك اهو دايرة التعقيم فاضية ونظيفة تماما لكن دايرة التطهير متبقي فيها مايكروبات تعال نتكلم عن اهميه التعقيم الفرخه دي اتحفظت بدون ما تتعقم فايه اللي حصلها باظت بسبب الميكروبات. يبقى التعقيم مهم عشان احفظ الاغذيه والمشروبات مهم كذلك التعقيم مهم في المستشفيات يعني لو حد داخل اوضه العمليات والجرح اتفتح والادوات والحجره غير معقمين فهتلاقي الجرح اتلوث وحاجه كمان مهمه جدا انها تتعقم اللي هي البيئه الغذائيه الميديم اللي حضرناها الفيديو اللي فات لما جينا نحضرها حطينا مية في الفلاسك وطبعا المية دي مليانة بالميكروبات وكمان الفلاسك نفسه أصلا اللي هتحضر فيه مليانة هو كمان ميكروبات فبالتالي لازم أعقم البيئة دي وتكون خالية تماما من أي ميكروب بحيث لما أجيب أنا الميكروب بتاعي بقى اللي أنا عايز أنميه فأبقى ضامن إن هو بس اللي بينمو ومفيش أي حاجة تانية ملوثة دخلت معاه لو جينا بقى اتكلمنا عن طرق التعقيم هنلاقيها كتير، طب ليه في أكتر من طريقة؟ مع إن الهدف واحد وهو إن أنا عايز أموت الميكروبات وأخلي المكان ده خالي تماما منها، بص التعقيم زي الموت بالظبط تعددت الأسباب والموت واحده شنق طعن ضرب بالنار كذلك التعقيم كذا طريقة كيميائية فيزيائية أو كيميائية وفيزيائية مع بعض. وده راجع لطبيعة الشيء اللي هيتعقم فتعقيم الحمامات غير قط العمليات غير البيئات غير التربة أولا الطريقة الكيميائية يا إما عقم بالغاز أو أعقم بمحاليل تخيل معايا كده لو عايز أعقم مرتبة بتاعت سرير في مستشفى تفتكر هوصل إزاي للميكروبات اللي موجودة في قلب المرتبة دي غير بالغاز فبيجمعوا كل المراتب في أوضة متقفلة كويس جدا ويفتحوا أنابيب غاز أكسيد الإيثيلين يتغلغل ويتغلغل في قلب المراتب ويقضي على الميكروبات بجراسمها. طب والتعقيم بمحاليل كيميائيه؟ لو عايز تعقم ارضيات او بنجات فعندك محلول زي الفينول او الفينول. طب ولو عايز تعقم خضروات او فاكهه فعندك كلوريد الزئبق او بيسموه محلول سليماني. وخد بالك ان انا بعقم عشان لو عايز اجيب ميكروب معين موجود في قلب النبات ده. ها مش عشان تتاكل خالص عشان حد يعقمها عشان ياكلها ده محلول سام اصلا وبالنسبه بقى لو عندك مشرط ملقاط مقص موس فكل ده بيتعقم بايثانول 70% وعشان كده تلاقي الحلاقين بيرشوا بيرفيوم على مكان الحلاقه واللمواس عشان فيها كحول فتقلل من نسبه الايه الميكروبات ده كان بالنسبه للتعقيم بالكيماويات تعال ندخل على التعقيم فيزيائيا فعندك تعقيم بالحراره وتعقيم بالإشعاع وتعقيم بالترشيح نبدأ بالسهل الأول وهو التعقيم بالإشعاع Radiation تفتكر أوضة العمليات عقمها إزاي بطريقة كفء قالك إنك ممكن تعرضها الإشعاع يقضي على الميكروبات اللي فيها ومن غير ما يسيب وراء أثار ضرة الصورة دي بتوضح أنواع الإشعاعات وأطوالها الموجية وهل مؤينة ولا غير مؤينة للوسط اللي بتمر من خلاله معلومة صغيرة كده وهي إن علامة المروحة اللي على البرميل دي بتدل على إشعاع وتأثير الإشعاع بيأثر في الكائن الحي بناء على المسافة بين مصدر الإشعاع ده والكائن وفضل تعرضه للإشعاع والطول الموجي كمان تعرف إن من أهم مصادر الإشعاع هي الشمس خصوصا نوع اسمه الأشعة فوق البنفسجية اللي هي UV Ultraviolet وأشعة اليو UV دي هي اللي بنعقم بيها غرفة العمليات في حاجة بقى كمان مهمة لما والدتك تقول لك حط البطاطين والفرش يتشمس شوية. آه عرفت بقى ليه دلوقتي؟ عشان الشمس فيها اليو في اللي بيعقم الفرش ده. طب هو اليو في بيعقم أو بيقتل الميكروبات إزاي؟ عن طريق إنه بيكسر الدي إن إيه بتاع الميكرو. ندخل على تاني نوع من التعقيم الفيزيائي وهو الترشيح فلتريشن. بستخدم النوع ده من التعقيم مع الهواء وكمان مع سوائل حساسة للحرارة زي الهرمونات والأحماض الأمينية فكرته إيه الترشيح عموما زي المصفى بس على سكوب أضيق تهجز الميكروبات وإنت بتعقم بالطريقة دي فطبعا اللي خارج من المصفة أو الفلتر عموما يعني لازم تستقبله في فلاسك متعقم أصلا وإلا يبقى كأنك معقمتش حاجة وأد الفلتر بتاعك بيتحط هنا وابدأ فلتر المحلول البرتقالي ده من خلال الفلتر الأحمر وينزل لك متعقم في الفلاسك اللي كان متعقم اصلا زي ما انت شايف الفلتر الاحمر هنا سعة ثقوبه مكتوبة 5 مايكرومتر وهنا استخدمنا فلتر سعة ثقوبه اضيق وبالتالي حجز هنا ايه بقى عدد اكبر من الميكروبات كل ما هتصغر اكتر كل ما تحجز ميكروبات اكتر بالمناسبه الفلتر ده بيتباع عادي في محلات الادوات المعمليه زي اللي في القصر العيني كده بالظبط ادي إيه خطوات الشغل بتاعك بالظبط ده فلاسك معقم عشان تستقبل فيه الراشح وده الفلتر بيتركب على الفلاسك من فوق وهنا السائل اللي عايز تعقمه وخايف عليه من الحراره عشان المركبات بتاعته ما تتكسرش والخرطوم ده متوصل بجهاز شفط عشان يسرع من الترشيح بدل ما تحط ايدك على خدك وتستناه شوف بقى الفلتر اهو حجز الميكروبات عليه ازاي وبالتالي نزل السائل بتاعك متعقم اهو كده خلصنا الإشعاع والترشيح في الطرق الفيزيائية، تعال بقى ندخل على الحرارة، بس قوم اشرب لك أي حاجة كده عشان تركز كويس في اللي جاي. في عندنا نوعين من التعقيم بالحرارة وهي حرارة جافة وحرارة رطبة. الحرارة الجافة يعني منك للهب على طول أو في الفرن، لكن حرارة رطبة يعني مية متسخنة. طب إيه الفرق بينهم؟ شايف الفرن الحلو ده؟ تعالى حط عليه حلة مية وخليها تغلي، طبعًا أنت عارف إنها بتغلي عند 100 درجة مئوي. وتعالى حط فرخة في الفرن نفسه واظبطه هو كمان على عالمية. لو جيت تجيب الفرخة من الفرن عادي هتدخل ايدك من غير ما تتلسع في جو الفرن نفسه، لكن تعالى يا حلو حط صباعك في حلة المية اللي بتغلي دي هتلاقي نفسك بتتنطط. فتعال نشوف ليه؟ عشان الرطوبة ساعدت الحرارة إنها تتخلل. عارف بالظبط زي لما تكوي الهدوم على الناشف بتلاقي نفسك خدت وقت أطول وحرارة عالية، والعكس بقى لما تبخ مية وأنت بتكوي. ومهم جدا كمان انك تعرف الحراره بتقتل الميكروب ازاي الميكروب ليه جدار بروتيني وهو ده اللي بيتاثر بالحراره زي البيضه بالظبط لما تعرضها الحراره بتلاقيها صلبت معاك بسبب دنطره البروتين بالنسبه بقى للحراره الجافه فانت ممكن تعقم الملقاط والمشرط والادوات دي باللهب مباشره احرق يا ريس وفي طريقه تانية كمان في التعقيم بالحراره الجافه وهي الفرن ممكن تعقم فيه أطباق زجاج ومصات وملائط ومشارط كل ده على 180 درجة مئوي لمدة نص ساعة ساعات بنحط حتة قطن في آخر المصة وهنقول في الفيديو اللي جاي إن شاء الله إيه وساعتها هنعقم المصة دي على كام 160 درجة مئوي لمدة ساعة ولاحظ إننا قللنا درجة الحرارة عشان القطن بيتحرق عند مئة وتمانين وفي مقابل اننا قللنا درجة الحرارة فزودنا وقت التعقيم. وكمان بقى من ضمن الحاجات اللي بتتعقم في الفرن هي الزيوت. زي زيت الايه؟ البرافين على 140 درجة مئوي لمدة 3 ساعات. وطبعا ما بندخلهوش بشدركن كده عشان ما يسيحش بنحطه في فلاسك الأول. ندخل بقى على النقطة التانية من التعقيم الفيزيائي بالحرارة وهي الحرارة الرطبة. اللي هي باستخدام مياه سخنة. ودي بعقم فيها البلطو والبيئات الغذائية اللي كنا حضرناها في الفيديو اللي فات عايزك بقى تعيش اللحظة معايا كده وكأنك واقف في المطبخ بالظبط وعندك حلة عادية وحل ضغط اللي هي بيسموها الحلة البريستو تعال نقارن بينهم كده هتلاقي الحلة العادية المية اللي فيها بتغلي عند 100 درجة مئوية وده آخرها ما بتزيدش عن كده وعلى فكرة أضف إلى معلوماتك أن عند 100 درجة مئوية ولمدة ربع ساعة فيتم القضاء على معظم الخلايا الخضرية ويبقى عندك الجراثيم وركز في الكلام ده كويس اللي متعلق قدامك عشان هنستخدمه كتير دلوقتي. انت بعد ما حضرت البيئه الغذائيه بتاعه الميكروبات واتفقنا انك لازم تعقمها قبل الاستخدام وتخليها خاليه تماما من الميكروبات فلو كبرنا كده جزء من البيئه دي هنلاقيها مليانه من خيرات الله وخلايا خضريه وجراثيم فده شكلها قبل التعقيم ارجع بقى للنظرية اللي كانت متعلقة على اللوحة اللي فاتت وعرض الفلاسك ده ل100 درجة مئوي لمدة ربع ساعة في الحلة العادية هتلاقي ايه اللي حصل للبيئة اوبا شوف الخلايا الخضرية كلها ماتت ازاي وتبقى الجراثيم ما تأثرتش بالمعاملة الحرارية دي تفكر معايا نعمل ايه عشان نتخلص من الجراثيم دي قالك ايه إذا تركت هذه البيئة الغذائية في الفلاسك لمدة 24 ساعة فالجراثيم تتحول إلى خلايا خضرية لأنها محاطة بوسط غذائي مناسب والدنيا حواليها جميلة فأوما نضحك عليها بعد ال 24 ساعة دي وعرضها تاني لمئة درجة مئوي لمدة ربع ساعة فتموت الخلايا الخضرية دي اللي هي كانت جراثيم وبكده بقت الفلاسك بتاعتك خالية من أي ميكروب وزياده التاكيد فبنسيب الفلاسك 24 ساعه كمان عشان لو كان لسه فيه اي جراثيم فتتحول لخلايا خضريه واموتها برضو على 100 درجه مئوي لمده ربع ساعه يبقى الطريقه دي استمرت معايا 3 ايام كل يوم اعرض الفلاسك على 100 درجه مئوي لمده ربع ساعه لان دي المعامله الحراريه اللي الخلايا الخضريه بتموت عندها واتفقنا ان كل يوم بضحك على الجراثيم وخليها تتحول لخلايا خضرية لما بتلاقي الوسط اللي حواليها كويس الطريقة اللي فاتت دي بقى اسمها في علم المايكروبيولوجي طريقة أرنولد والحلة دي جهاز أرنولد وبكده الحمد لله الفلاسك ده البيئة الغذائية اللي فيه معقمة وخالية من أي ميكروب فلو حطيت الميكروب اللي أنا عايزه هو بس اللي ينمو ويكتر معايا هبقى ضامن ان مفيش اي ميكروب تاني موجود غيره فقط اما عن حلة البريستو اللي هي حلة الضغط فاسمها في الميكروبيولوجي جهاز الاوتوكليف وزي ما هو باين من اسمها ان الضغط فيها بيزيد وبالتالي درجة الحرارة هتزيد هي كمان عن ال 100 درجة مئوي، وعشان كده فالجهاز ده أسرع جدا وبيعقم اللي أنت عايزه في ربع ساعة تقريبا، بدل ما كنت تعقمها ثلاثة أيام أرنولد، زي لما بتسوي اللحم في البيت بالظبط، مين اسرع الحله العاديه ولا الحله البريستو هو نفس الكلام في التعقيم تعالى كده نكبر جزء من البيئه اللي موجود في الفلاسك ده هنلاقيها برضو مليانه خلايا خضريه وجراثيم واول ما احطها تتعقم في جهاز الاوتوكليف اللي درجه حرارته فوق ال100 درجه مئوي فكل الميكروبات بجراثيمها هتموت وتبقى البيئه بتاعتي نظيفه تماما ازاي بقى اتعقم في الاوتوكليف ده اللي هو زي الحله البريستو بالظبط تخيل نفسك كده انك بتطبخ فيها حط مية في الجهاز وخد بالك انها ياريت تكون مية مقطرة عشان تحافظ عليه فترة اطول المهم بعد كده بدل ما تحط الاكل بقى لا حط الفلاسك بتاعك او الحاجات اللي هتعقمها وتقفل الغطا كويس جدا وهتلاقي عندك في الغطا ده في صمام افتح الصمام وبعدين شغل الكهرباء بتاعت الجهاز عشان يبدأ يسخن المية فهتلاقي بخار المية بدأ يطلع حبة حبة كده ويخرج من الصمام ده طب وبعدين نعمل ايه؟ سيب بخار الميه يطلع كمان وكمان من الصمام لحد لما الحيز جوه الاوتوكليف يكون خالي من الهواء تماما وكله عباره عن بخار ميه بس. طب وهتعرف ازاي الحكايه دي؟ انا اقول لك من خلال ان بخار الميه اللي خارج من الصمام يكون كتير جدا ومتواصل ورا بعض. ولو عايز تتاكد حط ايدك قدام الصمام، لو اتلسعت يبقى هو كده ده طالع متواصل. وساعتها تقوم قافل الصمام على طول طب ايه اللي هيحصل بقى لما اقفل الصمام الميه عماله تطلع بخار والبخار عمال يتحوش جوه الحله ومش عارف يروح فين وتتبخر والبخار يتحوش لحد لما هوب هوب هوب, هوب الضغط يقوم زايد جوه الحله دي وبنقيس الزياده في الضغط من خلال المانوميتر وده بيكون موجود على الغطا من فوق هل تفتكر بقى ان درجه الحراره هتكون 100 درجه مئويه لا طبعا اكتر من كده احنا التعقيم بتاعنا بقى بيتم عند درجة حرارة 121 درجة مئوي لمدة 20 دقيقة وبعد ال 20 دقيقة دول اما يخلصوا اوعى اوعى تفتح الغطا مرة واحدة عشان ممكن يحصل انفجار بجد وانت اول واحد هيروح وبرضو اوعى بعد التعقيم تفتح الصمام مرة واحدة عشان كل الزجاجيات اللي جوة الجهاز هتتكسر امال افتح امتى قالك بعد اما الضغط ينزل تاني زي ما كان او تبص على درجة الحرارة هي كمان تكون قلت عن ال100 درجة مئوي ساعتها بس افتح الصمام الاول وبعدين افتح الغطا وطلع الزجاجيات ادي شكل الجهاز اهو زي ما قلنا عباره عن حله بحط فيها ميه والحاجات اللي هتتعقم وبقفلها بالغطاء اللي بيكون فيه الصمام والمانوميتر الادوكليف ده فيه منه ديجيتال طبعا تشغله وتظبطه على درجه الحراره اللي انت عايزها وتسيبه مع نفسه بقى هو يتحكم في البخار والقفل والفتح ومن اشهر الحاجات اللي بتتعقم في الاوتوكليف البلاطي والبيئات الغذائيه بس خد بالك ان في بيئات غذائيه معينه ما بتستحملش درجه الحراره العاليه اللي فوق ال دي وبتتكسر زي الجيلاتين واللبن والفيتامينات والهرمونات طب عقمها ازاي اه ارجع لجهاز ارنولد 3 ايام على 100 درجه مئويه والهرمونات عشان حساسه جدا للحراره فبتتعقم بالترشيح فلتريشن تعالى كده نلم الدنيا عشان ما تتهش احنا قلنا ان التعقيم بقضي فيه على كل الكائنات الحيه بنسبه ميه في الميه وفي اكتر من طريقه للتعقيم بتكون على حسب الحاجه اللي بتتعقم دي. في طريقه فيزيائيه وكيميائيه وطريقه فيزيائيه كيميائيه. وقلنا الكيميائيه زي الغاز للمراتب والمحاليل للارضيات والتعقيم فيزيائيا بالإشعاع باستخدام اليو في أو بالترشيح اللي هو كانت زي المصفة بتحجز الميكروبات عليها أو بالحرارة اللي منها نوعين جاف زي الحرق في اللهب مباشرة أو بالفرن والنوع التاني حرارة رطبة زي جهاز أرنولد وجهاز الأوتوكليف الكابينة دي اسمها لامينار فلو وبيتم كل شغل المايكروبيولوجي من خلالها عشان تحافظ على نظافة شغلك من الميكروبات الملوثة ده لهب بنزين شغال بس مش باين فممكن نقفل النور عشان نعرف نشوفه وبالمرة بقى والنور مطفي كده نشغل لمبة اليوفي بتاعت التعقيم بالإشعاع وخد بالك جدا 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 ألا قد بلغت اللهم فاشهد إن لمبة اليوفي بتسبب سرطانات فخد بالك اوعى تشغل اللمبة دي وتقعد في المعمل شغلها واطلع اجري على طول وعشان كده برضو يقولك ما تمشيش في شمس الظهريه عشان اشعه اليو في بتزيد قوي في الوقت ده ولا قدر الله ممكن تجيب سرطانات طول ما الواحد شغال بيشغل اللمبه العاديه النيون ادي ملقاط اعقمه فيزيائيا باللهب مباشرة من خلال اني امرره على اللهب لحد ما اطراف الملقاط ده تحمر او ممكن الاسهل اني اعقم بطريقة كيميائية فيزيائية وهي اني اغمسه في الكحول الاول وادي الطريقه الكيميائيه وبعدين امرره على اللهب كده دي الطريقه الفيزيائيه وده طبق بيتري اللي اتكلمنا عنه عباره عن قعدة والغطا بتاعها ويريد تمرن ايدك على فتح وقفل الطبق قبل ما يتعقم في الفرن بتستعمله ازاي الطبق ده بتخلي الثلاث صوابع دول هم قعدة الطبق وصباع السبابه هيبقى هو المفصله بتاع الطبق وصباع الإبهام هو اللي بيتحكم في فتح وقفل الطبق ويا تتقن الحركة دي كويس جدا لأنك بعد كده إن شاء الله هتشتغل قدام اللهب وتفتح الطبق بإيد والإيد التانية ماسكة الفلاسك عشان تصب منها البيئة في الطبق لو إنت أشول فتعلم مسكة الطبق بإيدك اليمين والعكس صحيح وده شكل الطبق البتري في فرن التعقيم بالهواء الساخن لازم تحط الاطباق جافه تنشفها كويس بعد الغسيل يعني ويا ريت ما تسهمش الفرن باطباق كتير فوق بعضها ولو هتعقم على 180 درجه مئوي فتحسب النص ساعه من وقت ما الحراره توصل لل 180 مش من اول ما تشغل الفرن واول ما النص ساعه تخلص اوعى تفتح الفرن مره واحده لا استنى لما الحراره تنزل برضو عن ال 100 درجه مئوي يا رب ان شاء الله الفيديو يكون مفيد وأتمنى إنه هو يكون علمكم حاجة جديدة فعلا... وشكرا